بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. درس اليوم بعنوان إجلاء يهود بني النضير. بعد ما خسر المسلمين في غزوة أحد واستشهد عدد من الصحابة، صاروا اليهود إيش مالهم يعلنوا ويظهروا العداوة للمسلمين وللرسول صلى الله عليه وسلم، وصاروا يتواصلوا ويتآمروا مع مين؟ مع المشركين والمنافقين في المدينة، وصاروا يتفقوا مع بعض على مكائد للمسلمين. فبدأت عندي، طبعا المدينة كانت هي عبارة عن، كان فيها يهود، اليهود على مللهم على أنواعهم، كان عندي يهود خيبر، يهود بني قريظة، يهود بني النضير. فاليوم احنا بنحكي عن هدول اليهود بني النضير. في يوم من الايام النبي صلى الله عليه وسلم طلع مع مجموعة من اصحابه لوين؟ لعند بني النضير، حتى انهم يساعدوا على دية قتيلين من المشركين قتلهما احد المسلمين بالخطأ. واحد من المسلمين قتل احد المشركين ايش؟ بالخطأ، فبدهم يدفعوا اللي هي الدية. كانوا زمان بيناتهم اللي هي عهود، مواثيق معينة كيف يعملوا في الديات، فكان من شروطها اللي هي التعاون في الديات بين الطرفين. فلما طلع الرسول عليه الصلاة والسلام لعند بني النضير، شو عملوا؟ أظهروا له الموافقة على مساعدته، إنه يعني راح نساعدك في دفع هذه الدية، وطلبوا إليه الانتظار، حكوا له بس إيش؟ استنى لك شوي، بس بدنا نروح نجيب الفلوس واستنى لك شوي عشان نساعدك في قضية الدية. فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس بجوار حائط جنب حيط. أنا عشان الواحد لما بده يقعد وين بقعد؟ يرتكي عليه إشي يستند عليه. فهم لما اختلوا مع بعض هدول اليهود ايش عملوا؟ قرروا انهم هم يغدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، واتفقوا على اتفاق انه ايش؟ انه بدنا من فوق هذا الحائط، هذا السور، شو بدنا نعمل؟ بدنا نرمي على الرسول عليه الصلاة والسلام صخرة كبيرة، هذه الصخرة لو نزلت من هون على الرسول عليه الصلاة والسلام على رأسه فراح تؤدي الى قتله. واتفقوا انهم يعملوا هيك، لكن ربنا سبحانه وتعالى اوحى الى النبي، نزل للوحي انهم اتآمروا عليه، انهم هم بكيدوا للرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول قام وتوجه لوين؟ توجه، رجع للمدينة المنورة من جديد. لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة المنورة، حدث اصحابه بالذي حدث معه هناك، وبعث الى بني النضير يخبرهم أنهم بتآمرهم هذا قد نقضوا العهد معه. بعث لهم بيّن لهم أنكم أنتم نقضتوا العهد معي لأنكم حاولتم قتلي أو فكرتم بقتلي، وأمهلهم 10 أيام، قال لهم معكم 10 أيام شو تكونوا طلعتوا من المدينة المنورة. فشوفوا النبي عليه الصلاة والسلام ما راح قاتلهم، هو كان قادر والأولى أنه يقاتلهم مباشر، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام الرحيم في جميع الناس إيش عمل؟ حكى لهم معكم مهلة 10 أيام إنكم تغادروا المدينة. بلشوا يجهزوا أمورهم وأشياءهم، وإنهم خلص بدهم يطلعوا من المدينة المنورة. هون إجا دور مين؟ المنافقين. إجا زعيم المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، وصار لما شافهم قاعدين بيجهزوا أمورهم إنهم هم يطلعوا من المدينة، صار إيش يحكي لهم؟ إنكم ما تطلعوا وما تستجيبوا وخليكم بمكانكم. فهم ردوا على عبد الله بن أبي بن سلول المنافق زعيم المنافقين، وأرسلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام إنهم هم مالهم خلاص ما رح يطلعوا من المدينة، فاصنع يا محمد ما بدا لك. فربنا سبحانه وتعالى أنزل في المنافقين: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم والذين كفروا، نافقوا اللي هم المنافقين اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول، يقولون لإخوانهم والذين كفروا من أهل الكتاب اللي هم يهود بن النضير: لن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وأن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. إحنا راح نكون معكم وإحنا راح نساعدكم وإحنا وإحنا وإحنا، لكنكم ما تستجيبوا لأمر محمد. طبعا بعد ذلك
الرسول عليه الصلاة والسلام لما عرف هذا القرار تبعهم شو عمل؟ توجه مع أصحابه إلى بني النضير وحاصروهم، ترك في المدينة حدا يكون مسؤول عليها ولا عليها أحد من الصحابة، وحكى للمسلمين الثانيين أنهم يطلعوا معه إلى بني النضير. لما طلعوا لبني النضير جعل اللي هي الراية بيد مين؟ جعل الراية بيد علي بن أبي طالب وتوجهوا إلى بني النضير حاصروهم. بعد ما حاصروهم بني النضير على طول هربوا إلى حصونهم. الحصون هي زي قلاع، زي أماكن محصنة، فالتجأوا إلها وصاروا يرموا المسلمين بالنبال والحجارة. لما اشتد عليهم الحصار طلبوا مني خلص يعني اشتد الحصار على هدول اليهود، فايش عملوا؟ طلبوا من المنافقين، وينك يا عبد الله بن أبي بن سلول؟ مش حكيت لنا انك انت والمنافقين اللي معك راح تكونوا معانا وتساعدونا وا وا وا، فتعالوا يلا ودافعوا عنا كونوا معانا. لكنهم مالهم تخلوا عنهم فلم ينصروهم ولم يدافعوا عنهم كما وعدوهم. منافقين، هاي هي المنافقين. يعني استمر الحصار حتى قذف الله سبحانه وتعالى الرعب في قلوب بني النضير، خافوا صار عندهم رعب، فأرسلوا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم انه خلاص احنا استسلمنا واحنا موافقين على انت شو بتحكم فينا. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما هدفه ولا قتال ولا شيء، لما هيك اعلنوا فوافق النبي وحكى لهم انه سمح لهم يخرجوا، خذوا معكم من امتعتكم ما تشاءوا الا السلاح، قد ما بتقدر الابل تاعتكم تحمل من امتعة خذوها، لكن ممنوع تحملوا معكم اي اسلحة. فهم ايش عملوا؟ صاروا لما طلعوا لانه حصونهم كانت منيعة وقوية و شو عملوا؟ صاروا يخربوا ويكسروا في بيوتهم وهذه الحصون. ليه؟ حتى انه ما حدا يستفيد منها من بعدهم. ربنا سبحانه وتعالى حكى عنهم اللي هي ايش؟ يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين، فاعتبروا يا اولي الابصار. طبعا السورة التي تحدثت عن هذه الامور وتحدثت عن موقف هدول المنافقين وعن يهود بن النضير وموقف المؤمنين، هاي كلها اللي هي سورة الحشر.